نعم بالفعل حسن، كما أشرت حملة مداهمات واسعة واقتحامات كبيرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء في عدد من مناطق الضفة الغربية، أكبرها حتى هذه اللحظة في مخيم جنين شمالي الضفة، حيث دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وفرض طوقا عسكريا محكما باتجاه المخيم وتحديدا على المداخل الشمالية والشرقية وكذلك أيضا الغربية من المخيم، فيما أن قوات عسكرية إسرائيلية تواصل عملية الانتشار في أحياء المدينة وعدد من التقاطعات المرورية، ذلك كله وسط اشتباكات مسلحة عنيفة واستهدافات مكثفة بالعبوات الناسفة تستهدف الآليات العسكرية الإسرائيلية. أصوات الانفجارات لا تتوقف في مدينة جنين شمال الضفة بالتزامن مع هذا الاقتحام الكبير الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتخلله سلسلة مداهمات كبيرة باتجاه منازل في منطقة خلت الصوحة وحارة الدمج في الأطراف الشمال الشرقية وكذلك أيضا في محيط الأطراف الشمالية للمخيم قرب مستشفى ابن سينا ومستشفى جنين الحكومي وفي منطقة الهدف على المدخل الغربي وكذلك أيضا في المدخل الجنوبي بما يعرف بمنطقة الجابريات. الجرافات العسكرية على الأقل جرافتان طبعا من طراز D9 وكذلك جرافة ثالثة مدولبة، يعني تقوم هذه الجرافات بعمليات تدمير واسعة جدا جدا حقيقة داخل المخيم وتحديدا في حارة جورة الذهب، حارة الحواشين، الساحة الرئيسية، طلوع القبز ومنطقة الجابريات. عمليات التدمير شملت إعادة تدمير ما هو مدمر أساسا، تدمير بعض المقاطع في الطرق مقاطع جديدة وكذلك أيضا هدم أسوار خارجية للمنازل وبعض المنازل تضررت بشكل كبير بفعل عمليات الهدم، سيما ونحن نتحدث حسن عن جرافات ذات حجم كبير وضخم تدخل إلى زقاق المخيم وبطبيعة الحال هذا أحدث عمليات يعني تضرر كبيرة لبعض المنازل، بالإضافة إلى أن بعض الجرافات العسكرية الإسرائيلية قامت على تدمير وإلحاق أضرار بشكل كلي وأخرى بشكل جزئي بعدد من المركبات داخل المخيم. طبعا الاحتلال عزل مستشفيات المدينة عن الخدمة الطبية ويفرض قيود أمنية مشددة في إطار تنقل مركبات الإسعاف في هذه اللحظات تحديدا في محيط المنطقة الشرقية مستشفى الرازي والمدخل الشمالي مستشفيين الثلاثة مستشفيات عفوا وهي مستشفى جنين الحكومي وابن سينا ومستشفى الأمل المخصص لحالات الولادة. كل هذه المستشفيات الأربعة تخضع للقبضة الأمنية الإسرائيلية في هذه اللحظات وتمركز لجيش الاحتلال الإسرائيلي. قناصة الاحتلال صوبوا أشعة الليزر بشكل مباشر باتجاه طبعا مدخل ساحة الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، وهذا طبعا استمرار للانتهاكات المتعلقة بالمؤسسات الطبية. عملية اقتحام أخرى الآن ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة تستهدف الآن مخيم عسكر شرق مدينة نابلس في هذه الأثناء. قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت من حاجز عورتة جنوب شرق المدينة مدينة نابلس بطبيعة الحال وتوجهت إلى محيط مخيم بلاطة ومن ثم استمرت بفرض الحصار باتجاه مخيم عسكر وتدور اشتباكات عنيفة في هذه اللحظات بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عملية الاقتحام ونحن لازلنا بطبيعة الحال بالدقائق الأولى لاقتحام مخيم عسكر. في بلدة عقابة إلى الشمال من مدينة طوباس اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين بينهم أحد والد أحد المطاردين بهدف الضغط على نجله لتسليم نفسه لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى حملة مداهمات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العوجة إلى الشمال من مدينة ريحة ومخيم الدهشة بمدينة بيت لحم وكذلك أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة سلواد واعتقل على الأقل وفق مصادر محلية
نحو 15 فلسطينيا بينهم سيدة فلسطينية زوجة الأسير المحرر المبعد إلى قطاع غزة ياسر حسن، اعتقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بطبيعة الحال هنالك أيضا مداهمات في مناطق الخليل، أقصى مناطق جنوب الضفة الغربية، والمشهد بطبيعة الحال مستمر ومتوتر في ظل استمرار الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية تحديدا إلى منطقة مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. هذا اقتحام يعني كان متوقع، سيما وأن هنالك كانت تحشدات مرصودة قبل منتصف الليل، لكن نتحدث عند تمام الساعة الثالثة بدأت عملية الاقتحام، نحو 3 ساعات على هذا الاقتحام، وعلى ما يبدو أنه سيستمر لعدة ساعات أخرى. يمكن أن نقول وفق التقديرات أنه إلى ساعات ما قبل الظهيرة أو الظهيرة لعملية الانسحاب، لكن من المبكر الحديث عن هذا الأمر، سيما وأن العملية لا زالت في البداية، وأن جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واسعة النطاق في هذه الأثناء خلال طبعا الاقتحام. ذلك يتضمن مطالبة السكان وإجبار بعض السكان على إخلاء منازلهم تحديدا في منطقة طلوع الغبز، وكذلك أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتلي أسطح البنايات ويجبر الأهالي على التموضع داخل غرفة سكنية واحدة، فيما يصبح البيت مسرحا للعمليات العسكرية وإحداث ثقوب في الجدران لهدف تموضع وتمركز القناصة الإسرائيليين في المناطق المحيطة بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات خالد بدير مراسل الغد، كنت معنا من طول كرم. بطبيعة الحال سنتابع معك تطورات الموقف أولا بأول كلما جد لديك جديد.